تحية كبيرة إلى أخواتنا القبائل، تحية كبيرة 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 إلى بلاد الرجال، بلاد الإرجازن. كوم تو لي ماتان، شو ماتان، أون با بارلي أن تي بو دو سارتان إنفو، إي أوسي دو لا ميتيو، إي سون بلو تاردي، أون با دير بونجور أ تو لي زامي كي سون أفيك نو، أون با كومونسي بار الناس اللي اليوم لانيفرسير تاعهم نقول لهم جويو انيفرسير لونغ في بلان دو شوز بلان دارجون دو سونتي دامور اي سورتو سورتو دو سونتي باسكو لا سونتي سي تو اي انكور بلوس دو سوكسي ان شاء الله كل عام وانتم بخير الي دونك nous avons Soussou, bonjour, ça va, alhamdoulillah, merci pour les fleurs pour l'hbabna تاع المغرب. Les gens du Maroc, que ce soit au Maroc ou là en France, merci pour les fleurs de ce matin. Allez, la Picardie, bonjour. Nous avons aussi nos amis de Paris. Excusez-moi. Hop. Mais quel est le problème avec comme Sami la Sidi. Je suis en train d'enregistrer. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Allez, donc, qu'est-ce qu'on fait encore? On commence encore par dire bonjour à nos amis qui sont toujours avec nous, les amis de Marseille, de Paris,
صباح الخير عليكم، ما نسيناكمش، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الي كيسكونا اوسي لو زامي دو خنشلا. صباح الخير عليكم. انت خنشلا انتوما، على بالي بكم راكم ديروا في لي بروفوكاسيون. اريتي بو بروفوكاسيون جماعه خنشلا. الي واش عندنا ثاني؟ الي جامي عندنا تعبتنا. صباح الخير عليكم. الي بون، هذا هما اللي عملنا الساعة هذو. دونك اون فا توت سويت فوار لا ميتيو. يا بون سا قبيل هدرت مع واحد الإدارة في غردايا، قلت لها الزول في اللون، قالت لي السلام عليكم. قلت لها اختي انا قلت لك الزول، تقول لي السلام، قالت لي حنا تحية الإسلام، وراح دير لي درس كبير خلاص، وهذا تحية الإسلام ونعرف واش هي ونعرف واش هي. يعني هذا لا سيكريتير هذه اللي في الاداره عموميه، قلت لها اسمعي، قلت لها الزول، قالت لي الزول تاع القبائل. قلت لها القبائل راهم ولاد الجزائر يا مدام، هي ماهيش تاع القبائل تاع لي بربر كامله، تاع كيف اسمه، تاع الامازيغ كامله. قالت لي حنا يا خويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قلت لها شوفي، نقول لك، قلت لها تو دابور لو كان تشوفوا الناس اللي تقول السلام ما على بالهمش ميم با علاه يقولوا السلام عليكم، روحوا اسالوا 80% نتاع الجزائريين اللي يقولوا السلام عليكم ما على بالهمش علاه يقولوا السلام عليكم، ما على بالهمش، يقول لك تحيه الاسلام هاك سي كوم سا. الوغ هي يعني سانا غيان افواغ افيك الاسلام، ما عندها ما حتى صله بالاسلام. هادو السلام عليكم، هادو بكري قبائل عربية كانوا يتقابلوا ما بيناتهم، يطروا حروب ما بيناتهم، وكي يديروا لابي كيما قال واحد، يتلقاو الناس الكبار يديروا لابي، الاخرين ما يسمعوش، موش كيما دوكا كاين الانترنت ولا كاين التلفزيون يقولوا للناس فوالا حنا تصالحنا وكذا وهنا خلاص. هما بكري ما عندهمش، قالوا كيفاه نديروا باش باسكو بكري باكزومبل يتقابلوا الناس تاع ا كونتر الناس تاع بي، باكزومبل الدوار الفلاني كونتر الدوار الفلاني، ولا العرش الفلاني كونتر العرش الفلاني في بكري العرب. الو قال لهم فوالا حنايا نقولوا كي نتلاقاو زوج، واحد منا وواحد من العرش وواحد من العرش، هذا يقولوا السلام عليكم. اون ترادوي، ما تكونوش شويه اغبياء كما يقول الانسان. اون ترادوي السلام عليكم، كو لا بي سوا سور فو. هذه واش دخل فيها الاسلام من فضلكم، واش دخل فيها الاسلام، كو لا بي سوا سور فو السلام عليكم. هذا بكري كي كانوا ينتحروا بالسيوف وطاق ونحيو في دمغين بعضاهم، هذه هي. مي درك حنايا السلام عليكم، كو لا بي سوا سور فو، علاه حنا في الحرب حنايا؟ ولا انا عيطت لك اليوم قلت لك عقبي لي المسؤول تاعك راح ندير مع حرب انايا ولا واش؟ السلام عليكم، وكل ضربينها كيما قال واحد تروح تدخل الادارات من القنور وما نعرف واش اخرين، وقلت تشوفي واحد الطبيب والله يسمحني والله العظيم اللحيه لهنا، دكتور اللحيه لهنا، ويقولوا لنا الجزائر ما راهي بخير وراهي يقول لك انت ديرونجيك اللحيه. يا ولد عمي روح نظف راك يا صاحبي، ونظف راك حتى لحيتك، روح تشوفها انا روبيا مدير اللحيه ولا تسخف عندها، ولا تسخف عندها. وداك يا بن عمي قريب تكركر معاه في الارض هذه، تجي تقول لي انا باه لا علينا باه لا ميتيو طون اونسولي افيك كيلكو كوميليس دو بون طون دون لا سواري. عندنا ان طون يكون ان بو كلير، عندنا احنا هنايا سيال نواجو مطر، كانت تصب مي بشويه برك مش بزاف، الحال مليح 15 دوغري شي نو بور لانستون. الوغ اون باس بوغ لي كيف اسمو pour les infos du matin. Alors, comme je vous ai dit hier, il y a la nomination, nomination du ministre Djaboub en qualité de ministre du Travail et de la Solidarité. Il a été démis de ses fonctions, M. Ahmed Ashq Youssef, ça a eu des problèmes, il a été démis de ses fonctions. حطوا السيد هذا جعبوب هذا كي ينصر، وما عجبش الحال جماعة لو ام اس بي، باسكو السيد هذا وقيلا محسوب على لو ام اس بي، على مثلا على جماعة هذا كيف اسمه تاع لو ام اس بي اللي كانوا يعيطوها بكري حماس، هذا تاع حماس مكري دار حالة كبيرة، قال كيفاه ما يشاوروناش حنايا ومنا يا ولدي ما يشاوروكش، هاو السيد هذا لو كان جا يعني فريمون معاكم انتم ولا حاجة كان يجيك انت يستشرك،
يقول لك يا ولدي انا راه نقبل ولا ما نقبلش، وما كاينش حتى واحد اليوم يرفضها ولا قادر دوك يحط لك لا ديميسيون طيشها لك كيما داروها لك الناس السابقين. كانوا بزاف الناس اللي طيشوا لك لا ديميسيون، قال لك يا راه واش من حزب ذاك، راه كيما قال واحد الحزب هذا تاع واش فيه الحزب، واش فيه واش بروغرام عندكم يا سي مقري، واش عندكم راح ترجعوا الجزائر واش يقولوا كيما افغانستان، هذا هو البروغرام تاعكم. يروح حل الحزب تاعك وروح اذا تحب تصلي روح للجامع وصلي على روحك كيما قال واحد وخلاص. Alors, le président de la MSP, nous avons appris cette nomination par les médias. Nous n'avons pas été consultés à ce sujet. Je vais me réunir avec les instances de son mouvement. Mais c'est Chora. Oui, c'est Karar. Je vais vous dire. Alors, il y a un terrain de proximité pour la commune de Bagay. La commune de Bagay, c'est Khenchla, blad Fouar, Khenchla, blad Rjel. Je ne sais pas si le ministre m'a dit des informations, le ministre de Tariyada, Rahel Khenchla Wakila, ou la Wali, ou la Marbelish, ou ils ont des chenoux, des chenoux, fait chouï tartan, ou l'aide Farhamin. يا بغاي كي كانت دهيا كانت عاصمة بغاي عاصمة الجزائر وكانت بغاي سي لو فيف سي كيما اسمو لو فيف نتاع الرين دهيا وكانت كيما قال واحد لا كابيتال ماشي تاع الجزائر برك مي تاع البلدان كل تاع افريقيا ونتاع كيما اسمو لافريك دي نور كانت حاكمتها مرأة فحلة مرا فحلة اللي قتلوها جماعة اللي جاو قال تحاول ابعثنا ربي باش نا باش نا باش نا نديرو نحطوا الاسلام وكي قالت هي انا ما نخش الاسلام حاربوها وحاربتهم حتى هي فحلة مرا فحلة وكما قال واحد الله غالب وخسرت وقتلوها خطاش علاش عاسمهم هما ربي سبحانه قال لهم اللي ما يدخلش الاسلام كل نحاولوا دماغه ونحاول هذا كما قال واحد وقتلوها حتى هي مسكينه وخلاص. وخنشلة كما قلت خطرة خنشلة ديما هكا محقورة سي درواز جوكوا درواز كان وزير كيف اسمو حتى هو الرياضة كان اونترينور ساعة تاع الهوندبول ومن بعد عطاولو وزير تاع الرياضة وبدا يدور على الولايات ندورو معاه وصل خنشلة الوقت هذاك يلعبو في التوف مساكن يلعبو في كيف اسمو في الغرقة خنشلة اللي دارت خياري عليا الله يرحمه واللي دارت كيف اسمو دي جوار يعني دو كرون طالون خنشلا مدت لي كرون انترناسيونو كيما علي خياري ربي يرحمه كيما نبيل قاسمي الله يذكره بالخير ويطول في عمره رشاشي عبد الباقي ربي يرحمه بوفنارة حمودي ربي يطول عمره مولود اي لي كرون جوار اللي دارتهم خنشلا كانوا يلعبوا في الغرقه كي وصلوا كان الوقت هذاك مار شويه بحل شويه بون تكلم قال لهم موسي بود بوز قال له يا ولدي من فضلكم كيما ديروا لنا طارطون للخنشله وخنشله بلاد ثوار بلاد اول رصاصه اللي تكلمت بلاد اول رصاصه سي درواز استشار دوك اللي معاه تما حنا كنا كل مجتمعين في وسط الطيران تاع خنشله بالغرقه ومن هنا جاو هذوك الجماعه نتاعو هذوك المستشارين اللي ما كانوش خنشلة ما كانوش يكونوا مستشارين والله لا يكونوا مستشارين ودرواز هذا بعد ما كانش يكون وزير فما مش خنشلة يوصل سي الوزير مع المستشارين قال له لا لا سي اون خنشلة سي اون ريجيون بريفيوز ما يلقلهاش الطارطون بالكلمه هذه والناس اللي عندهم لي فيديو ولا عندهم من يجيبوها راه ما زدت عليهم والو بالكلمه هذه. هيا خرج من ثم ما حبش نتكلم باسكو لو كان نتكلم ثم يقول لك انت صحافي ولا تكلم في ولا انت كيف اسمه واش ممثل انت يا ما حبش نتكلم خليتهم لي زيلي نتاعنا كيما تعرفوا يا اخي يشتيو غير يجيبوا العسولات ويجيبوا البرانس يلبسوهم للجماعه ويلوحلو في وذنو يا ولدي شوف لي انت فلان ويجريو على روحهم ما يجريوش على الولايه سي نورمال سي نورمال روحوا تشوفوا الولايات الاخرين واش داروا كيما تيزي وزو كيما قال واحد تقعد تشوفوها تقعد تزور تيزي وزو تشوفو الناس تجري على شعبها وتجري على
وما يفوتيو مع الدوله جامي جامي. حنا ديما 99.99% 99.99% والمردود 0% يعطينا 0%. الوغ راح التسكوت راح المحمل دار بابار من هنا واش يدشنو؟ يدشنو غير كيما زوي عقبنا على واحد كيما اسمه نشفع عليها يلعبوا الاولاد في واحد السيلان كيما هكذا دشين السيلان هذاك وجا رايح. الوغ بون شويه تغششت في لو سوار دالجيري جي في مون بابيي وقلت لهم باللي راهو سي درواز الى دشن دي تيران فاك ما عجبوش الحال سي درواز و بوساو شويه جماعه الجماعه اللي مالفيني كيما قال واحد يلبسوا البرانس لسيادهم عيطوا له قالوا له حنا الصحفي هذا وما نعرفوهاش وما نعرفوهاش يروح يبورت بلان كونتر موا في العداله. ودي مومون كو كان عندي مدير فحل الله يذكره بالخير مدير فحل زاد له هو بعد يعطيهم بريمير باج كو دو غول دو كيما اسمو دو مسيو زوبير سويسي وقال له واش تحب نقول لك يا سي درواز؟ احنا الصحافي خدمي الا خدمتو واش ما دشيت انت يا الوقت هذا كان ستاد نتاع 10000 بلاص ولا نتاع 45000 بلاص ولا منا ولا منا اذا هكا عطينا سيدي خلينا نشوفوا احنا نعيطوا للصحافي نتاعنا نقولوا راك غلط. كان بحل سي كيف اسمه زوبير سويسي ما لعبش فهمت وراح في بلاصتي العداله كما قال واحد وما حكموا علينا والو كما قال واحد وخلاص بوركوا باسكو انا دي لا فيغيتي هيلاس خنشله اللي كانت فيها مطار في وقت في وستيرو في وش يقولوا في وقت الاستعمار مطار رحاوه المطار هذاك رحاوه الناس يجيو المطارات يجيو يكبروا فيهم هما راحوا رحاوه نحاوه الخنشله اللي كانت فيها كيف اسمو شومان فير مازال كيف اسمو كيف يقولوا لو ترا يلحق حتى الخنشله ومازال اليوم يعيطوا لها لاكار عم داروا فيها دوكا كيف اسمو راح التران كي راح القسنطينه ما رجعش الناس الاخرين رجعوا في الكيران ورجعوا في الطوموبيلات والتران الدور ما يستاهلوش الخنشله يكون عندهم يكون عندهم تران كان عندهم ليكيب دو فولي خنشله الوقت كان عندهم ليكيب دو سيكليزم بارمي لي سيكليست بكري كانت عندهم ليكيب دو تياتر الناس اللي ما تعرفش وكان واحد السيد يقولوا خلى ربي يرحمه وبي عمي العربي بزوليخة الله يرحمها خمسلا كانت اون غروند فيل دونك ما كان والو دونك الناس كل هربوا الناس كل ولادها قلاوها وجيت تهضر مع انيلو نقول لكم حاجه ما اسمش سمو لي هذا كي نحاولهم ديرنيرمون باسكو كانوا يديروا بروتيل بروتيل باش يديروا فيها تران خلاو القسنطينه خلاو باتنا خلاو تبسه مش يعقبوا عليها الا خدش نحاولها هذيك لابريتال هذيك نحاولها انا كصحفي لازمني واحد يهضر مسؤول باش يتكلم باش نقدر ندير البابي تاعي هضرت معاه واحد الالو ان الو عيط له في خنجله عيط له بالهاتف قلت له انت سمعت قال لي قال لي سمعت قال لي بصح هذه مش سي با امبورطون ها هو بون سي با امبورطون كيفاش قال لي خنجله ماهيش محتاجه ترا داكور ما كاينش مشكل قلت له كيما ماهيش محتاجه ترا وهاك تشوف منا ومنا كل عندهم دي ترا وعلاه خلش لا قال لي ماشي الهم نتاعنا حنا ترا ما عندنا اولويات قلت له واش هو اولويات ها حتى مطار ما عندكمش قال لي حتى مطار ماهوش اولويه الخنشلة واش هو الاولويه ما حبش يقول لي قلت له قول لي قال لي كيجي لهنا نقعدوا تاتا تاتا لا لا قول لي يا خويا خليني نكتب اسيدي الاولويه نتاعكم واش هي قلت له ها عندكم سي اش ما عندكمش قال لي عاودنا سبيطارات يكفيونا سبيطارات نتاعنا برك يخدموهم برك وخلاص سي اش ماهوش لازمنا نتوما كيما قال واحد يا هادو الجماعه هادو اللي ما عرفت اسمو هادو لي زيلو لو كان جيتو فريمون ايلو صح صح يعني الشعب اللي ديزينيكم وقيلا ما كنتش تايد هذه الهضره هذه ماش كنت تايد هذه الهضره هذه يا سي ايلو غير روح ضرب دوره انت ما تحشمش كي تروح ضرب دوره باكزومبل السكيكدا ولا القسنطينه ولا الغرب بحذاك التبسه ولا الباتلا بحذاك برك وتشوف لي زوجين اللي جابوا لهم وتشوف المطار اللي عندهم وتشوف البيتران كيما اللي مدايرين له وتشوف ما تحشمش انت تقول كيفاش خنشله ما فيهاش كاع واش الاولويه نتاعك حبيت تقول لهم كيما خطره كي حرقوا الخنشله كي جاهم كي جاهم السلطات قال لهم واش تحتاجوا قال لهم نحتاجوا الحليب والخبز لولادنا بوان الانين بون نديو كيما كان نحطو في اخبار قال لك واش كاين واش كاين لالجيري لونس لا برودكسيون دي ميديكامون ربي يستر قالك سمو الميديكامون هذا سمو ايما انوكسابارين ربي يستر ربي يستر قالك هذا الدواء هذا باش ما عادش يجيبوه من الخارج رب
terroriste, ma naf, j'ai raconté que tu es là, ma naf. Alors, اختفاء طفل في عمره 15 سنة من منزله في العائلي في الجي دي محكم ولادكم يا ناس من 15 سنة الطفل مازال صغير ما تخليوهش يخرج وحده من لو 26 ما تهرش عليه حتى خبر ان شاء الله يلقاوها العاب ايه قال لك وقيلة على حسب ما يهضروا قضية امتحانات يا ناس يرحم والديكم يا ناس ما توصلوش ولادكم ينتحروا ما توصلوش ولادكم يحموا كما قال واحد ويهربوا اللي يقرا انتم روحوا معهم بالعقل ولي زاكومباني باش يقراو اذا ما نجمش يقرا هاهم الناس اللي يسيروا اليوم واش قراو اليوم هاهم اليوم كانوا عندنا كيما اسمه ناس حاكمين عده مناصب كما قال واحد حتى اسمه باب ثلاثه ما يقام ها في الجزائر ما كان له ما لو كان جا باش يروح منا ولا منا ويضغطوا عليه يقرا مي بالجزائر سي با لا بان نكملوا بالمعرفات ومنا ما كان حتى مشكل بالعقل معاه وي لازم قال ودي لازم تنعتلو قال لازم تقرا بوكوا باسكو هاك تشوف او غدوه الصباح منا مي الطفل اذا ما حبش يقرا ما تنجمش تحكمه بالضرب كانوا اخرين قتلوا ارواحهم ولاد قتلوا ارواحهم يا ناس نعلو شيطان كي ولد كي ينتحر ويقتل روحه واش تحب القرايه نتاعو معناتها كما ندير بها الوغ الخبر صحيح الاخر قال لك السلطات المصريه ترفض دخول طائره جزائريه الاجواء نتاعهم قال لك حقا باسكو حالتو لومباسادور تاعهم قال لهم ندير لهم الفاكسان مي كيهز الفاكسان قراه لقاه بالفرنسي قالوا احنا ما على باليش انا واش الفاكسان داو لهم لازم يكون بالعربيه يا سي المصريه يا الفاكسان درتو في دواركم انت ولا درتو في دواركم هم داروه سيادك ولاد عيسى هما اللي داروا لك وبعثوه لك تقول لهم اكتبوه لنا بالعربيه ولا واش يا اخي قولوا ما حبيناش الفلسطينيين يجيو هذه طياره معمره فلسطينيين خليكم من الهضره نتاع المسخير روح ديرها والطياره هذه ديجا اللي جايه انت اللي درتها انت مكتوبه بالعربيه انت يا اخي انت كتبتها بالعربيه برك راه انتم خدمتوها انتم العرب خدموها المصريين الطياره هذه خدمتوها انتم واش تخدموا انتم واش تخدموا يا اخي تعرفوا تذبحوا في الامان واش تعرفوا بون سليماني دوموندي اليوم الي لو جوار انترناسيونال تاع الجزائر يطلبوه في ليون بون ما ننساش نقول لكم جو بارطاج عليك فو مون كافي سي لو سكون الاول اللي شربتو على الاكستيريور هذا سي لو سكون والله العظيم تروا فوا يبقى وانت يا اخي نتاع القهوه اللي كنت فيها تروا زيتوال مرحبا بكم اللي تحبوا تجيو تشربوا قهوه سي دو لوكس لادريس تعرفوها سيغ سو نقول لكم تهلاو في رواحكم بيتاتر نعاودو نرجعو ان شاء الله في كان سوجي ملي سوجي وان شاء الله نقول لكم تهلاو في رواحكم اي قيم ديال هنا I'm sorry.